السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. قبل ما نبداو الحصه تاعنا جماعه، ما تنساوش جيم بارتاج وكومونتير باش نسقطوا التبليغات لعلى قناه شوبير ديزل من اجل كشف حقائق. ونطلبوا من الناس هذو كيما واحد غادي نديروا موضوع تاعنا على كمال مهوي، نطلبوا منه باش يكون يعني نزيه ويتكلم الحقيقه، ماشي يمدوا يعني مازالوا يغلطوا بالشعب، مازالوا يكذبوا على الشعب. يا مازالت الناس تكذب على الشعب، هذا مكان الشعب راه فاق، الشعب فاق كيما يقول لك الكذب كمل والشعب ذهم، هذا مكان الكذب كمل والشعب ذهم. غير نتوما يتبان لكم باللي راكم مازلتوا تشوفوا اغبياء كيما واحد كيما مسيلمه الكذاب واتباعه، بوكلبه واتباعه، هذا مكان هذا يبين لكم كيما نتوما. سي كيسموك يا كمال مهوي، انا ما ننعت الكلام باي اوصاف، انا نقول لك كمال مهوي في طور تعرف باللي الناس فاقت وراهي عارفه الحقيقه كومبلي. انا بغيتك تعاود تولي بعد كاس افريقيا موراها، يعني المدرب تاع النادي الالماني، مدرب كيسموه تاع فرانكفورت، يعني بغيتك فما تعلق واش هدر بعد كاس افريقيا، بعد نهايه كاس افريقيا، وشايبين المستوى تاعو كيفاش طاح، كيفاش طاح يعني من الكوب دافريك ورواح، يعني قول الحقيقه، خاطش الشعب راه يعرف الحقيقه، ماهوش غبي، الشعب ماهوش غبي، كيما كنتو يعني وين كذبتوا واحد المرحله، بالك الشعب تبعكم، بالك الشعب امنكم، بالك الشعب امنكم كيما نعرف بزاف صوالح، يعني كون عاودوا نولوا شكون اللي كان سبب يعني فتنه، انت واحد نهار اللي ما كانش كاع كاينه منها، وقلت لهم باللي دابزوا في البيستيار في 2017 تاع رايفاتش ومنا والكاميرون، حنا درنا غير ماتشنين برك، ما خسرناش ماتشنين برك، كاليفيكاسيون كوب دي موند ماتشنين 2017، ايا وانت خرجت وفتنه واي 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 وكماصات فهم؟ انت حتى انتيا وين تسلم على راس الحاج محمد راوراوا، ومن بعد تدمر التصاوير للناس باللي رافق واحد كان يسلم على راس جبهة بالماضي، حتى انت وين سلمت على الحاج محمد راوراوا على راسه في مباراة ماشبارات تاع بوركينا فاسو، راك عاقل عليها حتى انتيا، يعني لازم يعني وين نقول الحقيقة اللي كان سبب شايبي، يعني يقول باللي المدرب المنتخب الوطني السابق جامع في الماضي ما غاديش تكون ما درش ما غاديش دير كريم كيما قلت باللي كريم، ماشي كريم، يعني غادروا الحقيقه برك، كونوا رجال واجهوا بالحقيقه، خاطش تعرف الحقيقه وساكت، خاطش انت راك هدرت هذيك خطره قلت لهم باللي الشايبي دار مشاكل مع جمال بالماضي، انا قول لي واش هما الاسباب، من بعد جاك تليفون حبس ما تجيش تهدر هذيك الهدره، يعني جيت باي تهدر هدره هدرتها يعني في كاس افريقيا في الكوت ديفوار المقابله الاولى وين توج الشايبي راجل للمقابله، وبعدها لم يشارك يعني لم يشركه المدرب جمال بالماضي ضد بوركينا فاسو وضد موريتانيا، يعني قول الحقيقه للشعب والشعب يعرف كل شيء، ماهوش غبي كيما راك تشوف كيما انت راك تشوف فيها، غادي نقولها لك، كونوا رجال برك هضروا حاجة هضروا حقيقة صحيح نورمال عادي، وين راه مشكل؟ ما غادي كي تهدر ما غاديش دير كريم، كي غادي تهدر ما غاديش دير كريم، كي تهدر ما غاديش دير كريم، أنا نقولها لك ما تخافش، يعني شا نقول الحقيقة شا كاين شا كاين، هذا مكان، خاطش لونترينار تاع كيسموه لونترينر تاع اندرلخت فرانكفورت هذاك، قال باللي بعد كاس قال لهم انا يرسلت طفل الكوب دافريك يعني في مستوى عالي ومعنويات، قال لهم كي جا قال لهم جا محطم تبغوا نجيبو لكم بعد كاس افريقيا، شايبي واش دار؟ ما دار والو مسكين، خرج مجال كرة القدم، هذه هي وينتا شايبي كان يلعب يعني دير من كوب دافريك ورواح، وانت شايبي كان يلعب مليح، ما لعبش مليح شايبي، شايبي طاحت له مركب
بصح المستوى تاعو هود، مستوى تاعو هود فهاديك حاضي باش يكون على بالك كي يسموك الوطني هو اللي تسبب الوضعيه اللي راه يمر بها الشعب، لانه بدليل انه النخب الوطني بيتكوفيتش كان يقول يعني تبريرات يعني تاكدت مع مرور الوقت انها يعني للكلام فقط، بدليل انه يقول خطره ما نعرفش وين يلعب، خطره كان قادر يقولها بانه اللاعب كان معاقب وانتهت فتره العقوبه تاعو وعاود ولا للمنتخب الوطني. لاعب اليوم في عمره 21 سنه، ضجه كل الاضواء كانت مسلطه عليه، كل ما يلحق تاريخ فيفا سوا سبتمبر نوفمبر جو. شكون اللي كان يدير هذا الضجه؟ شكون اللي كان يخدم اسم الشايبي؟ شكون هما؟ شكون هما؟ الكلاب اللي ربيتوهم، الكلاب اللي ربيتوهم كل خطره تلعبوا باسم. قول الصح، قول الصح. انت يعني نشوفوا الشايبي تقول شايبي في اكتوبر يعني ماركا مع فرانكفورت ماركا 10 تاع لي بيت في ذاك الشهر، في سبتمبر تبقى تشوف شايبي تقول ماركا 20 بنت، في جوان شايبي ماركا 13 بنت، في مي كملت الشامبيونه تاع 2023 2024 شايبي تبقى تحسب في بالي ماركا 40 بنت. ماركا الشيطان. انت خطره قلت لهم جامع بالماضي يعني كوك زب الريال كان غادي يدي معاها طرواتيت كيما زيدان. انت قلت لنا خطره قلت لهم غوارديولا راه يقرا من عند يقول للمحرز كيفاش اعطيني الخدمه تاع بالماضي في ليكيب ناسيونال باش نطبقها في مانشستر سيتي. في بالي طبق فيها 4 تاع لي ماتش خسرهم مانشستر سيتي، خاسر 4 ماتش على ربع مباريات على التوالي. كملت كلا بركا وانتم راكم على بالك وين راكم رايحين؟ وين والله لا بصح وين محسوب عادي زعما تهدر فيها، محسوب مقتنع بالهضره اللي تهدر فيها؟ والله لا بصح مقتنع. خاطر مالك مي كان تقديس فور 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 بعد كاس افريقيا واحد الحصه فت فيها تعايش في الناس وتقول لهم جمع بالماضي طلع لكم سلاويلكم منا وجمع بالماضي. محرز قال جمع بالماضي، قال له باللي غوارديولا باغي يدي من عندك العمل تاعك باش يطبقه. تما محرز كان ناجح في ليكيب ناسيونال وفي وعند غوارديولا ماشي ناجح، قال له لازم ندي طريقه اللعب تاع بالماضي باش محرز يقعد يلعب تيتيلار عندي. بركا ما تشكلا مالك، نتوما عمركم لا كنتو تهدروها. انت على ما تهدرش انت يا من شايبي دامير جوار برومي ماتش افضل 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 لاعب في المباراه في الكوب دافريك تاع الكوت ديفوار، موراها دو ماتش ما لعبش، على ما تخرج تهدر؟ واو لله نورمالمون تخرج تهدر. يا لا اله الا الله منكم مولى عمي، والله لا عندكم وجه زعما عندكم، والله لا عندكم هذا الوجه الله يبارك والله العظيم. انت هو اللي قلت لهم بن غيث تاع بن غيث افضل من بن ناصر؟ لا والله لا بزاف. ها شايبي بغا يطيح خشين، شايبي بغا يطيح خشين، هذه هي شايبي بغا يطيح خشين بلي انا نلعب انا نجي من الالمان. ومن بعد يعني شايبي حب يطيح خشين في المنتخب، يا رباه المدرب باش يحط رجليه في الارض ويدير في راسه باللي المنتخب الوطني فوق الجميع. هذه هي والله العظيم. يا ربي الله يجعل ربي يهديكم برك، تقعدوا تحضروا في الحقيقه وتحضروا. وين انت؟ لانه بدليل انه النخب الوطني بيتكوفيتش كان يقول يعني تبريرات يعني تاكدت مع مرور الوقت انها يعني للكلام واه بصح ما عايرش الناس، ما قالوش بلي ما دامني انا هنايا والله ما يجي، ما قالوش احاسب روحو بزورو، ما قالوش من هدرها لونترينر كمال مهوي، روح شوف لونترينر في سيمانه هدرها انتقد شايبي، قال لك شايبي راسو مع جسمه ما راهمش متحكمين في بعضهم بعض، قال لك ما راهمش متحكمين في بعضهم بعض، قال لك راسو مع الجسم تاعو ما راهمش متحكمين، ما راهمش يمشيو في رحبه، وقال له غير راضيين على شايبي، ما راناش راضيين على شايبي. هدرها لونترينر،
السامدي فات لونترينر لعب شايبي مع الباقاخر خرجوا ولكو شايبي وقا طحتوا على لونترينر. من بعد عاود هذا لونترينر تاع الالمان غي هو وعاود انتقد شايبي هايوا. ولونترينر هذا فلاديمير راح جاب شايبي جابه باش يعاونه على بالنا بلي غادي تخرجوا تهضروا وشايبي غادي وين بيلعبه وما يلعبوش جابه وصحيك ولا لعبه وانتو ماش دخلكم قاع قاع يلعبوا انت لك مضرور قاع يلعبوا وانت لك مضرور متالي انت لك مضرور يتبهديل على بالك وقت الهضره تهضروا فيها قاع مكان والله مكان والله العظيم مكان كلام راكم تجيبوه يعني ما فهمناكمش مين راكم تجيبوه والله العظيم ما فهمناكم راكم تجيبوا هذا الكلام يا رب العليها.